طب هنا بقى يبقى البديل يعني بقول لك السياحه الداخليه، السياحه الداخليه وسياحه الشواطئ جميل قوي. لا بس الاثار، وزاره الاثار نفسها يمكن يعني المواطن المصري يقدر ان هو يساعد في ده وبقوه. مقدرش. يعني متاحف، زياره المناطق الاثريه، يبقى في برضو يعني حاجه تساند. فهل بتخصص حضرتك برضو ومحاوله ايجاد التثقيف الحضاري ده، المواطن المصري عنده الوعي باهميه الاثر وزياره الاثر؟ وحضرتك وانا عمال اقول كده قلت لي ما يقدرش او مش هينفع ان المواطن المصري هو اللي يشيل شيله وزاره الاثار دلوقتي. مش هينفع ليه؟ لان ما تعودناش، وده موروث ثقافي كمان مصري. ما تعودناش من الاسره ان الوالد ياخد ولاده يروحوا متحف او يروحوا منطقه اثريه او حتى يروحوا اوبرا. شوفي مين بيروح المناطق دي. وبعدين الرحلات المدرسيه هي اللي بيبقى عليها الامل، لان ده المكان دلوقتي ما بيروحوش مناطق اثريه، ما بيروحوش، ولو راحوا ما بيعدوش. عشان كده ده كان من ضمن ولو راحوا ما حدش بيشرح لهم ويبقى فيه بالزبط. معلومه. عشان كده ده كان من ضمن مشروعات وزاره الاثار لو تفتكر حضرتك، وبدأنا وطبقناها في السويس، وقلتها لحضرتك مرة في البرنامج معاكي هنا، إن احنا عاملين اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم وبنجهز مجموعة من الأثريين في المناطق والمتاحف إن هم بنعملهم تربوي، وإن هم اللي يستقبلوا المدارس. وبنأنا قلنا المدارس الحكومية كلها عملناها مجانا، والمدارس الخاصة بتخفيض 50%، وكان مسموح لهم بالدخول للمناطق الأثرية. فاحنا بنبدأ نعمل التوعية دي، لأن هي المدرسة بالنسبة لنا دلوقتي هي الملجأ والملاذ إن احنا نعمل فيها التوعية. لكن الأسرة نفسها في ضعف. ومش بس كده، أما بنيجي نبص عموما على الثقافة والتراث، المتاحف، ثقافة المتاحف والمواقع التراثية دي ثقافة بتأتي بعد الشبع والصحة. مفهوم. فاحنا لسه عندنا فقر بنسبة كبيرة جدا. الفقير مش هيدفع تذكرة المتحف، لكن هيدفع رغيف العيش أو يتعالج. شوفي نسبة الفقر في مصر قد إيه. فده عشان كده مش هقدر أحمل عليه. أنا هفتح له، لكن أكسب منه بشكل تاني. أكسب منه بإيه؟ بإن أنا أوعيه عشان يبقى ينشأ عندي جيل تاني يحافظ عليه على الأقل. فالسياحة الداخلية هتديني جزء من الدخل، ولكن مش هيساعد قوي، لان حتى التذكره بالنسبه لي تذكره المتحف ب 10 جنيه للمصري، ب 80 ب 80 جنيه للاجنبي او ب 100 جنيه للاجنبي، في فرق. فهو تذكرته هتساهم بشكل بسيط، ولكن انا يهمني ان يساهم بثقافته اكتر. وده اللي كان دايما بيخلينا نعمل طيب هنعمل مجانية في الأعياد، هنعمل مجانية لفترة معينة بمناسبة كذا، نعمل مجانية. احنا عملنا بمناسبة ان احنا عاوزين ننمي السياحة الداخلية في الأقصر، عملنا 3 شهور مجانا، ما جاش حد. مجانا للأقصر ما كانش بيجي حد، عشان بيتهيألي كنتوا عاملينها في الصيف في عز الحر. امال هتتعمل امتى؟ في أثناء الدراسة؟ ما انا قلت لك حتى ساعتها يا فندم وزير على التليفون قلت لك الدنيا نار، مين هيروح الاقصر دلوقتي يعملوها يعني في جو كويس؟ الحر في مصر يعني كانت بتعمل في نص السنه الحاجات دي زمان، بنعملها في نص السنه ساعات كمان مجانا. لكن هي المشكله مش في كده، لان مع الدراسه المدارس هتجيبهم في الصيف، هو قاعد وانا عايز. طب في حر، ولاد الاقصر نفسهم ما راحوش ليه؟ عندنا يعني مش كده؟ بتاعتنا يعني. طيب.